أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير، مشددا على أنها تعمل على تحجيم ميليشيات طهران في اليمن والعراق ولبنان وسوريا. وكشف بومبيو خلال لقاء إعلامي له عن السيناريو الأمريكي للتصدي للتهديدات الإيرانية الأخيرة والتلويح بتعطيل حركة الملاحة النفطية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.